السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي برايمري 6. إن شاء الله النهاردة يا شطار هنخلص يونت 2 الوحدة الثانية بليسنز 4 و 5، والدروس إن شاء الله موجودة بالترتيب في قائمة التشغيل أو بلاي ليست الخاصة بالصف السادس ترم أول منهج كونكت لغة إنجليزية. ليسنز 4 and 5 كلمات ليزرد، ليزرد سحليه، ليزرد بيرد طائر، فيش سمك، حاجه انتوا عارفينها، كات قطه، حاجات سهله، بيت، بيت حيوان اليف، بيت، كام، هنا ال حرف صامت، كام مش كالم، لا كام يعني هادي، كام يعني حتى كلمه كوايت برضو هادي، كوايت سوفت ناعم دي صفه، كلوز يعني المخالب، كلوز هنا الاي والدبليو صوت اه، كلوز مخالب، بوزيتيف ايجابي، positive pa z وبعدين tive positive يعني ايجابي برضو صفه، edge يعني الكلمه ديت عباره عن adjective صفه، clean نظيف او ينظف يعني فعل وصفه، fur فر الحيوان، الفرو بتاع الحيوان fur، scared اخذناها في الدرس اللي فات معنى خائف، هتساوي afraid برضو خائف، scared afraid، وفي كلمه ثالثه frightened برضو خائف، وterrified برضو مرعوب خائف، negative positive عكسها negative، إيجابي وسلبي negative، negative يعني سلبي، independent يعني مستقل مش معتمد على حد يعتمد على نفسه independent. نقسمها مقاطع سهلة جدا الكلمة independent، بصوا كده في النص شباب كلمة pen قلم اهو، pen قبلها ND بعدين dent، ND بعدين dent يعني سهلة، INDE بعدين كلمة pen ودي اي تاني، INDE بعدين pen DE بعدين NT، independent يعني مستقل، independent، sharp حاد شيء حاد، السكينة السكينة حادة sharp دي صفة، well being يعني راحة أو سعادة. الأفعال touch يلمس، ده فعل منتظم في الماضي touched الاي والدي طبعا عشان ده فعل منتظم، لكن هنا الاي والدي نطقهم زي الصوت ت ت مش touched لا touched، touch يلمس touched لمسة، use يستخدم used استخدم هنضيف حرف الدي بس، وهنا الاي والدي نطقهم ده زي صوت ده، pet يعني يا اما حيوان اليف او يلاعب يلاطف، pet هنا كفعل في الماضي petted double t والاي والدي ننطقهم id petted يعني لاعب او لاطفه، include include مقطعين include يعني يتضمن او يشتمل على، في الماضي هنضيف الدي بس عشان اصلا الفعل اخره اي، included included هنا كلمه الاي والدي انطقهم برضو انطقهم id، معنى كده الاي والدي في نهايه الفعل ننطقها يا اما ت يا id او ت او د، expressions and phrases تعبيرات وعبارات، has to يضطر طبعا has او have حسب الفعل، لو الفعل جمع يبقى have to، لو الفعل مفرد has to سواء دي او دي بعدهم الفعل في المصدر يعني الفعل بدون اي اضافات، يضطر يعمل كذا have to go يضطر انه يذهب وهكذا، nice to touch لطيف اللمس، هي بتكلم عن القطط انها they are nice to touch يعني لطيفين اللمس يعني لمسوا ملمسهم ناعم، It's true that إنه صحيح أن It's true that هنا ممكن الجمل دي أستخدمها في الباراجراف بتاعي مثلا بتكلم عن الرياضة عن التعليم عن التكنولوجيا عن أي موضوع بشكل عام، هقول It's true that إنه صحيح أن وتجيب كمالة جملة حسب الموضوع بتاعك، بس تتكلم عن الرياضة سبورتس حولي حول it's true that sports are healthy are good يعني انه صحيح ان الرياضة تكون او الالعاب الرياضية تكون مثلا جيدة او صحية او مفيدة، ده معنى الكلام ده، نحفظ الجمل ديت، it's difficult to من الصعب ان برضو نحاول نحفظ التعبير ده يفيدنا كتير في الكتابة، it's difficult to يعني من الصعب ان عكسها it's easy to، عاوز اقول من الصعب العيش بدون انترنت هقول it's difficult to live without internet، take a lot of time take a lot of time يستغرق وقتا طويلا، take a lot of time او a long time عادي a long او a lot of، keep as a pet keep as a pet يعني
يحتفظ به كحيوان أليف. يعني لما اتكلمت عن القطة اللي عندي في البيت هقول I keep the cat as a pet، كحيوان أليف عندي في البيت. keep as a pet يحافظ أو يحتفظ بشيء كحيوان أليف. for a walk للتمشية، للتمشي. for a walk، for a walk. good for برضو نحفظها، جيد لي أو مفيد لي. عكسها bad for، هقول مثلا الطعام الصحي مفيد لجسمي، هقول a healthy food is good for my body أو my health، صحتي أو جسمي. far from بعيدا عن، بس أتكلم عن مدرستي أقول my school is far from my house، مدرستي بعيدة عن بيتي. far from بعيد عن، نخلي بالنا من حروف الجر. for a walk، good for، far from. find their way around، find يجد، their way طريقهم، around على بعضها. find their way around يجدون طريقهم في المكان اللي هم فيه. جمل كاملة أو جمل تنفعني في كتابة الباراجراف، يعني لو قال لك اكتب لي باراجراف عن يور بيت، يور بيت يعني الحيوان الأليف المفضل عندك، تكتب الجمل ديت. هتقول أول جملة مثلا I like pets، أنا بحب الحيوانات الأليفة. أكتب أول جملة أقول I think cats make the best pets. ممكن بعد ما قلت I love I like pets هقول my favorite pets are cats، يعني الحيوانات الأليفة المفضلة عندي هي القطط. وهبدأ أقول I think cats make the best pets، أعتقد إن القطط هي أفضل الحيوانات الأليفة. نخلي بالنا من الفعل ده أو التعبير ده make the best pets، make the best pets يعني أفضل الحيوانات الأليفة. cats have soft fur، هنا بيوصف لك القطط، القطط لها عندها soft fur، فرو ناعم. which الذي، which يعني الفرو ده، is nice to touch يعني لطيف الملمس. cats have so soft fur، ممكن لحد كده والجملة صحيحة، القطط لديها فرو ناعم. cats are clean and calm، القطط تكون نظيفة وهادئة. cats are clean and calm. cats are independent، احنا قلنا independent يعني مستقل بذاته، القطط تكون مستقلة. cats have sharp claws and teeth، القطط لديها، هنا have معناها تمتلك لديها عشان دي جمع، لو قطة واحدة اقول has جمع have. cats have sharp claws and teeth، القطط لديها مخالب حادة وأسنان حادة برضو. هنا الدرس أو درس عن القطط بالتفصيل، نقرأها بسرعة ونحاول نستخلص ونطلع جمل زيادة برضو تفيدني في الباراجراف لو قال اتكلم عن الفيفورت بيتس أو الفيفورت أنيمالز. cats are the best pets، القطط تكون أفضل الحيوانات الأليفة. cats are my favorite animals، القطط تكون الحيوانات المفضلة عندي. and I think they make the best pets، pets هم يعتبروا أفضل الحيوانات الأليفة. they هم القطط، they are beautiful with soft fur، هم حيوانات جميلة بفرو ناعم، which is nice to touch، اللي بيكون جيد أو لطيف الملمس. they are clean and calm animals، هم يكونوا حيوانات هادئة ونظيفة، which are usually friendly. ممكن أحط هنا النقطة وشيل which، اقول they جملة جديدة وسهلة، هقول they are friendly، هم يكونوا ودودين. they like people، نفس جملة تانية اهي، هم القطط بيحبوا الناس. but they are independent، لكنهم مستقلين. so you don't need to take them، لذلك انت لست بحاجة الى to take them for a walk، انك تاخدهم تمشيهم مثلا زي مثلا بعض الحيوانات. every day it's true that، قلنا it's true that يعني شيء صحيح انه. cats have sharp claws، القطط لديها sharp claws and teeth، اسنان ومخالب حاده. but they only use them when they are scared، لكنهم فقط يستخدموهم، them يعني تعود على الاسنان والمخالب الحاده، يستخدمون when، لما they are scared، لما يكونوا خائفين.
People also say that when you you pet a cat. الناس ايضا بتقول انك انت لما تلاطف تلاعب القطة it makes you happy, بتخليك سعيد. So they are good for your well-being, لذلك هم يكونوا جيدين لراحتك النفسية. ده الدرس بتاع القطط. طبعا هنا بيقول لك البوزيتيف والنيجاتيفز, يعني الحاجات الإيجابية في القطط والحاجات السلبية. الحاجات الإيجابية هقول إنه they are common clean, جملة اهي, they usually friendly, هم ودودين, they are independent, هم مستقلين, they have soft fur, هم عندهم فرو ناعم, they are beautiful, هم يكونوا حيوانات جميلة, petting a cat, petting a cat makes you happy, يعني ملاعبة القطط تجعلك سعيدا. أما السلبيات النيجاتيفز have, they have sharp teeth and claws, هم لديهم مخالب وأسنان حادة. هنروح على الدرسين أو الأسئلة بتاعة الدرسين. Number one, choose, اختر. Not cats makes me happy. امتى لما نعمل ايه القطط بخلينا سعداء؟ لما drawing رسمهم, petting نلعبهم او مداعبتهم, ولا studying مذاكرتهم, ولا sleeping نومهم. طبعا petting ملاعبة او مداعبة القطط. رقم 2, cats are my best. cats القطط عبارة عن fruit, فاكهة, pets حيوانات أليفة, ولا plants, ولا vegetables, أيوة pets. رقم 3, cats are not animals. القطط حيوانات ايه؟ هل independent مستقلة, bad سيئة, hungry جوعانة, scared خائفة. هنكمل الجملة. So you don't need to take them for a walk every day. لذلك انت مش مضطر تمشيهم في كل يوم. يبقى هم ايه؟ حيوانات مستقلة, بيمشوا نفسهم, باكل نفسهم, يبقى independent. Cats have beautiful, قلنا هذا معناها لديها. القطط عندها ايه جميل؟ فر. طبعا الفر هو الفرو. فرو القطط عبارة بيكون soft ولا hard ولا bad ولا ugly, قبيح, سيء, صلب, ناعم, ايوه soft. You don't need to take cats, زي ما قلنا في الدرس, you don't need to take cats, انت مش محتاج, مش مضطر انك تاخد القطط for a, ايوه for ايه, for a للتمشية, يعني for a walk للتمشية. cats اهي, you don't need to take them for a walk. cats are good for your, لما قلنا في اخر جملة في الفقرة في الدرس قلنا القطط جيدين ل الحالة النفسية بتاعتك اللي هو well being. well being القطعة. I'm Adam, I have a cat, cats are my favorite animals, I love cats because they make me feel happy. هنا بقولك اسمي آدم, عندي الحيوانات المفضلة عندي هي القطط, بحب القطط عشان هم بيخلوني سعيد. I think they are the best pets, اعتقد ان هم افضل الحيوانات الأليفة. My cat has soft fur which is nice to touch. القطة بتاعتي عندها فرو ناعم اللي بيكون لطيف الملمس. My cat is very clean, calm and friendly. قطتي تكون ودودة ونظيفة, هادئة وودودة. I don't need to take it for a walk. أنا مش مضطر أمشيها معايا every day كل يوم. My cat has very sharp claws and teeth. قطتي عندها أسنان ومخالب حادة. But it only uses them when it's scared. لكن هي بس بتستخدم الحاجات دي لما تكون خائفة. My cat is very beautiful and very cute. قطتي تكون جميلة ولطيفة. They are good for your well-being. القطط تكون جيدة لرفاهيتك وطبعا سعادتك. Choose the general idea. جملة general idea يعني الفكرة العامة, الفكرة العامة للتكست للنص. تكلم عن الفيش, lizard, cat, bird. طبعا زي ما واضح الدرس كله أصلا تكلم عن الكاتس القطط. The underline skirt. كلمة skirt هنا ايه معناها؟ قلناها من شوية وقلناها الدرس اللي فات. scared معناها خائف, بالانجلش برضو في كلمة معناها خائف. مين فاكرها يا شباب؟ ايوه اللي قال happy غلط. scared خايف دي سعيد, اما scared معناها afraid. رقم 3, my cat has soft fur.
قطتي لديها فرو ناعم which is nice too. احنا قلنا الفرو لطيف الملمس، ملمس او يلمس معنى touch. answer من القطعة دي. اول سؤال why، why معناها لماذا، مهم جدا نفهم السؤال عاوز ايه عشان اعرف احل صح. والسؤال بتاع why اجابته يا اما اولها because او تبدأ بكلمة to، حرف الجر to. why does Adam think cats are the best pets؟ ليه آدم يعتقد ان القطط ديت تكون افضل حيوانات اليفه؟ بالنص عندك بيقول لك I love cats because، يبقى من اول كلمه ايه؟ من اول كلمه because، because they make him، بدل ما يقول ايه him، مش معنى بقى هنا في القطعه بيقول لك بيخلوني، بيخلوني سعيدا، لكن احنا بنتكلم عنه هو، هقول بيخلوه because they make him feel happy، بيخلوه يحس ايه، يشعر بيه، ايه السعاده. ده السؤال رقم 4. رقم 4، رقم 5، what negative points؟ احنا قلنا كلمه negative يعني السلبي، ايه النقاط، الحاجات السلبيه did Adam say about cats اللي ادم بيقولها عن القطط؟ هي زي ما قلنا حاجه واحده بس سلبيه، اللي هي انهم they have، انه بدل ما يقوليها اقول his cat، قطته، عشان بتكلم عن القطه بتاعته، his cat قطته، هنا بيقول قطتنا. his cat has very sharp claws and teeth، قطته عندها اسنان ومخالب حاده جدا. دي رقم 5، السؤال الخامس. put the words in the correct order، ضع الكلمات في الترتيب الصحيح. اول جمله to touch، انك تلمس ذا، ذا بعدها اسم، نايس nice، لطيف، cats، كاتس apostrophe اسم كده خدناه في الدرس اللي فات، قلنا طالما عندك اسم كات اهو وبعدها apostrophe اس يبقى بعدهم اسم تاني هتكون كاتس فر، الفرو بتاع القطه. مثلا لما اقول احمد اهو اسم احمد، واحد اسمه احمد، احمدز بوك، احمد اسمه، بوك اسم، هنا الاس ديت اسم يعني الكتاب ملك احمد، هنا كاتس فر، فرو القطط، كتاب احمد. تمام، ابدا الجمله ب ذا، ذا ايه؟ ذا كاتس فر، فر القطه اذ يكون زي ما قلنا لطيف الملمس، يبقى ذا كاتس فر از نايس تو تاتش، ذا كاتس فر از نايس تو تاتش. رقم 2، animals cats calm are and clean، الجمله قلناها من شويه في وصف القطط، قلنا القطط حيوانات هاديه ونظيفه، cats are القطط تكون calm and clean animals، او هقول بدل ما اقول calm and clean اقول clean and calm، الاثنين صح، يبقى cats are calm and clean animals، cats are calm and clean animals. رقم 3، 4، it's lizards food difficult to find، نبدا بحرف او بكلمه it is، اخذنا في الجزء الخاص بالكلمات قلنا في تعبير وفي جمله لازم نحفظها اللي هي it's difficult، it's difficult to، it's difficult to، من الصعب ان، عند نفس التعبير نفس الجمله اهي it's difficult to، من الصعب ان، اما انا find يجد، يبقى من الصعب انك تجد، تجد ايه؟ تجد lizards for food، تجد سحالي للطعام ولا طعام للسحالي؟ ايوه من الصعب انك تلاقي طعام للسحالي، يبقى it's difficult to find food for lizards، it's difficult to find food for lizards. رقم 4، sharp teeth cats have claws and، نبدا طبعا ده برضه من الدرس، شارب يعني حاد، تيف اسنان، اخذنا ان القطط ليها اسنان ومخالب حاده، cats have claws have sharp claws and teeth، تاني cats have القطط عندها ايه؟ عندها مخالب واسنان حاده، بص بالعربي مخالب واسنان حاده، في الانجليش ابدا بكلمه حاد اللي هي sharp وبعدين claws and teeth، cats have sharp claws and teeth. 4، read and correct، اقرا وصحح الكلمه اللي بين قوسين. قبل ما نبدا في حل السؤال ده عندنا في حاجه اسمها كلمه اسمها but، but اخذتها في سنه رابعه وخمسه، but معناها ولكن، ولكن but معنى ولكن بيكون دايما قبلها كما، فاصله يعني تربط ما بين جملتين ليهم فكره مختلفه، جملتين عكس بعض،
مثلا لما اقول الراجل ده غني لكنه غير سعيد، غني وغير سعيد، دي جملتين عكس بعض، يبقى هقول the man this man is rich غني but he is an unhappy لكنه غير سعيد، قلنا but عشان الجملتين عكس بعض. نفس الكلام في الجمل ديت، الجمل دي كلها هنا اللي هنا عكس اللي هنا، فكرة مختلفة، هقول but cats like people، القطط بتحب الناس، they are independent، طالما بيحب تحب الناس يبقى اكيد القطط بتعتمد على الناس في اكلها. هنا بيقول لك الجملة التانية هم حيوانات مستقلة، يبقى هقول ايه، هقول but ولكن my new school is great، مدرستي كويسة، it's far بعيدة، كويسة لكن بعيدة، يبقى هقول برضو but my job is tiring، وظيفتي متعبة، I like it، تاريخ متعبة، like it بحبها، متعبة بس بحبها، يبقى but we ordered a red a pink dress، احنا طلبنا فستان pink، we received a red dress، استلمنا واحد احمر، طلبنا pink جالنا واحد احمر، يبقى اتنين ايه، الاتنين عكس بعض، هقول but ولكن she told him a joke، هي قالت له نكتة، he didn't laugh، ما تحكش، الطبيعي النكتة يعني يضحك بس هنا ما تحكش، يبقى هقول but ولكن the food was expensive، الأكل كان غالي، it wasn't good، أكل غالي معروف يكون حلو بس ما كانش حلو، بس ليه معناها but ولكن، ملاحظينها كله هنا but، وملاحظين برضو إنه كل الجمل قبل نقط فيه كما، زي ما قلنا but قبلها كما. الترقيم اول حرف الواي كابيتال كده اهو، ودونت دونت ناقص الابوستروف تي، وطبعا هنا الجمله ما فيهاش حاجه لحد الاخر واخرها فول ستوب، وات الدبليو يكون كابيتال، وعشان ده سؤال في الاخر علامه استفهام. رايت ا تكست اوف 50 ووردز، اكتب فقره من 50 كلمه عن ماي فيفورت بيت، يعني الحيوان الأليف المفضل عندي. مديك هنا سؤالين أو ثلاث أسئلة من خلالهم يساعدوك في حل النص ده. أول سؤال What's your favorite pet؟ يعني إيه الحيوان الأليف المفضل عندك؟ Why is it your favorite pet؟ ليه هو أليف مفضل ليه هو مفضل عندك؟ What do you do with your pet؟ إيه اللي بتعمله معاه؟ طبعا ممكن جدا أستعين بالجمل اللي قلناها من شوية على القطط، بس هكتب الاول جمله عامه او جملتين، هقول مثلا هقول I love pets او I like pets، انا بحب الحيوانات الاليفه، they are cute، هم لطفاء، وابدا اقول my favorite pet is the cat، الحيوان المفضل عند الاليف هو القطه، واكتب جمل من اللي خدناها من شويه في الدرس. نكتب الجمل ونرجع عشان وقت الفيديو. زي ما قلنا I like pets، أنا بحب الحيوانات الأليفة، طبعا أول سؤال بنسيب مسافة زي كده، أول جملة أول سطر نسيب مسافة، they are very cute، هم يكونوا لطفاء، my favorite pet is the cat، الحيوان الأليف المفضل عندي هو القطة، cats are very beautiful، القطط تكون حيوانات جميلة، they are clean and calm، هم يكونوا حيوانات نظيفة وهادئة، they like people، بيحبوا الناس، they are independent، هم يكونوا مستقلين، they have soft fur، عندهم فرو ناعم، it nice أو it's nice to touch، قلنا الفرو ده الفرو لطيف الملمس، they are friendly، هم يكونوا ودودين، they have HAVE يعني have، عندهم they have sharp teeth and claws، عندهم أسنان ومخالب حادة، they make me happy، بيخلوني سعيد. وبكده خلصنا الليسنز 4 و 5 من يونت 2، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.